افتح بوخريس، شنو الشعور جاك وانت تلتحق بالمنتخب الوطني المغربي لأول مرة؟ بصراحة أنا سعيد بهذا الاستدعاء. هذا المنافسة على المنتخب الوطني تتمنى أي لاعب في المجموعة الوطنية الأولى، وإن شاء الله أنا غادي نكون في حسن الظن ديال الجميع إن شاء الله باش نعطي كل ما في الجهد ديالي إن شاء الله. كيف كان الاستقبال ديال اللعابة الآخرين لك؟ اش نقول لك بالنسبه للاعبين، راه بحال اش نقول لك، لاعبين محترفين بطبيعه الحال غادي يستقبلوا استقبال احترافي، وان شاء الله انا تنتمنى ان شاء الله غادي ندخل المجموعه باش نحاول ان شاء الله نعطي كل ما عندي ان شاء الله. باش الكلمه على بدايه الموسم ديالك مع فريق الفتح الرباطي. بالنسبه للبدايه ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله في اش نقول لك، حيت انا باقي ما دخلناش في المقابلات رغم الانتصار اللي قدمناه في هذه المباراه الاولى، ولكن ان شاء الله باقي ما قدمنا الاداء اللي ما عارف اللي عارفين به الجمهور. ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله غادي نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. شي كلمه للجمهور المغربي. واش نقول لك بالنسبه للجمهور المغربي، ان شاء الله اش نقول لك، انا غادي ندير اللي عليا ان شاء الله باش نحمر وجه المغاربه ان شاء الله، وغادي نشرف النادي ديالي وغادي نرفع من الاسم ديالي ان شاء الله.